أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة إفراج التحالف عن أسرى حوثينا وفتح مطار صنعاء وإمكانية التسوية السياسية بين الميليشيا والسعودية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 128 أسيرا حوثيا من السعودية إلى صنعاء كانوا لدى قوات التحالف. ورأت اللجنة في هذا الإفراج أنه خطوة إيجابية، أملة بأن يكون سببا في الإفراج عن المزيد من المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع وإعادتهم إلى أوطانهم. وأشارت اللجنة إلى أن عملية نقل الأسرى جرت وفق اعتبارات إنسانية. جاءت عبر المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عن شكره للسعودية لإعلانها فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح أسرى حوثيين. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: هل تكون إجراءات التحالف الأخيرة مقدمة للدخول في تسوية شاملة بين الحوثيين والسعودية؟ وما ملامح هذه التسوية وعلى حساب من؟ في جديد تطورات الأحداث السياسية في اليمن، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 128 أسيرا حوثيا من السعودية إلى صنعاء كانوا لدى قوات التحالف. كان هذا الإفراج عن الأسرى غير المشروط هو الترجمة الواقعية لما صرح به التحالف قبل يومين، وانطلاقا كما يقول التحالف من حرص قيادته على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى. تأتي هذه الخطوة إلى جانب خطوات أخرى ومساع إضافية، حيث سيبدأ تشغيل مطار صنعاء لاستقبال وتسيير رحلات للمرضى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية كما أعلنت قوات التحالف. وقد صدقت منظمة الصحة العالمية على تصريحات التحالف، حيث أعلنت عن قرب تسيير رحلات علاجية للحالات الحرجة التي لا يمكن علاجها داخل اليمن. والسؤال الذي يبرز الآن هو عن مدينة تعز، فلماذا لا تضغط المنظمات الدولية والسعودية على ميليشيا الحوثي لفك حصارها عن تعز؟ أم أن الحالات الإنسانية والأوضاع الحرجة التي يعيشها المواطنون هناك ليست في الحسبان؟ وعلى ما يبدو فإن هذه الترتيبات التي حملت في ظاهرها طابعا إنسانيا عبر الإفراج عن أسرى وتسيير رحلات جوية من صنعاء استمرار لتفاهمات سعودية حوثية قد تفضي إلى وقف الحرب، لكن حتى الآن ليس هناك أي معلومات أو تسريبات عن بنود هذا الحل أو مرتكزاته. فما هي الصفقة المبرمة بين ميليشيا الحوثي والسعودية القادرة على وقف هذه الحرب؟ وما هي التنازلات التي سيقدمها الطرفان وعلى حساب من؟ أم أن هذا السلام هو سلام المنهكين من حرب طويلة؟ أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم. بداية أستاذ عبد الناصر، ما الذي يعنيه الخطوة التي قام بها التحالف بالإفراج عن أسرى الحوثيين بدون أي صفقة للتبادل كما يبدو؟ تحية سامي. يعني هذه يبدو فقط من ما يسمى من خطوات بناء الثقة أو محاولة لإظهار بأن هناك تقدم أو حركة للأمام فيما يتعلق بالمفاوضات بين السعودية وبين الحوثيين. ونعرف هذه المفاوضات في الأساس أتت الأسباب كثيرة، جزء منها ضغوطات خارجية أمريكية وغربية، وجزء منها أيضا رغبة سعودية بأن تدخل في حالة ما يشبه الهدنة. لا أعتقد أن المسألة ستصل إلى حالة سلام، لأنه السلام الكامل أو السلام الحقيقي حينما يكون الصراع هو صراع حوثي سعودي فقط. لكن كما نعرف الحرب في اليمن هذا واحد من أوجهها هو الصراع السعودي الحوثي، لكن الحرب في اليمن أطرافها كثيرة معقدة، هناك حالة من لا دولة وحالة من مشاريع انفصالية، والحوثيين سلطة غير معترف بها ولا يبدو بأن العالم سيعترف بها على الأقل في المستقبل القريب، وبالتالي المسألة معقدة أكثر بكثير مما تبدو للخواجات أو من يضغط باتجاه حل الصراع، لأنه الصورة في الغرب أو في كثير من دول العالم بأن الصراع في اليمن هو حرب سعودية حوثية أو سعودية إيرانية
ولهذا يعتقدوا بأنه بالإمكان التوصل لحل بين الطرفين، لكن المسألة كما ذكرت لك هي أعقد من ذلك بكثير. طيب، ينضم إلينا أيضا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي دكتور عادل دشيل. أهلا بك دكتور عادل. دكتور عادل. نعم. هل يمكن القول أن المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي يتجهزان للدخول في تسوية شاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني ليس يعني يتجهزان لتسوية شاملة، ولكن لتسوية جزئية، أي بين الحركة الحوثية والمملكة العربية السعودية. ونحن نعرف اليوم أن الحرب يعني دخلت عامها الخامس ولم تحقق أهدافها، لأن هذه العاصفة بنيت على أهداف غير واضحة المعالم. وكان يعني للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أجندات يعني خارج الأشياء التي أعلن عنها في العام 2015 والأهداف التي أعلن عنها. المملكة العربية السعودية بعد أن وصلت إلى طريق مسدود يعني ولم تستطع الحسم العسكري، لأنها لا تريد أن يكون هناك حسما عسكريا، ونتيجة الضغوطات الأمريكية والبريطانية، وأيضا هناك لا ننسى بأنه حتى هناك ضغوطات شعبية داخل حتى في الإمارات العربية المتحدة وحتى في المملكة العربية السعودية، وإن كان يعني بطريقة غير معلنة، لابد من إنهاء هذه الحرب. إذا المملكة العربية السعودية تريد أن يكون هناك حلا سياسيا وإن لم يكن جبريا، على أقل تقدير أن يتم حفظ أمنها القومي وأيضا حدودها مع المناطق أو حدودها الجنوبية مع اليمن. ولذلك هي بدأت يعني بتسوية الرياض أو ما يسمى باتفاقية الرياض الفاشلة، بدأت توقيع هذه الاتفاقية على أمل أن تكون مقدمة لتسوية مع جماعة الحوثي في المستقبل، ولكن هل ستنجح المملكة العربية السعودية في يعني عقد اتفاق مع الحركة الحوثية في المستقبل؟ يبدو بأنه هناك يعني من يساعدها، والإدارة البريطانية والأمريكية يعني يريدان أن يكون هناك مصالحة يعني بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وأن يتم الاعتراف بجماعة الحوثي يعني على أقل تقدير كطرف سياسي قوي متواجد على الأرض، ولا بد أن يكون له نصيب الأسد من أي تسوية سياسية قادمة. طيب أستاذ عبد الناصر، الإجراءات والترتيبات التي تمت سواء الإفراج عن الأسرى أو فتح المطار بشكل جزئي، هل هذه الإجراءات يمكن القول أنها مقدمة للدخول في تسوية شاملة بين الحوثيين والسعودية؟ أولا تحية للدكتور عادل. أولا فتح المطار حتى الآن لا أعتقد بأنه سيتم الأمر بتلك السلاسة، لأنه على المطار الحديث عن نقل المرضى، ولكن التعريف من هم المرضى وما هي درجة الإصابة وخطورتها وهل هذا يستحق أو لا، هذه التعقيدات ستلقي بظلالها في حين تنفيذ هذا الأمر، لأنه المطروح هو أن يفتح مطار صنعاء كمطار داخلي، وهي المقترحات التي رفضها الحوثيون في السويد، ولكن يبدو هذا هو الحل الأكثر واقعية بأن يتحول مطار صنعاء إلى مطار داخلي، لكن الحوثيون لا يريدوا أي حلول جزئية، هم سياستهم وهذا الذي نعرفه عنهم إما الكل أو لا شيء، لأنهم يخشون من أي حلول جزئية ستؤدي إلى تثبيت أمر واقع لا يريدوه. لهذا حتى فيما يتعلق بالمفاوضات مع السعوديين هم بيضغطوا بأن يريدوا أن تنتهي الحرب عمليا، أن تتوقف الضربات الجوية وأن يفتح الحصار، وبالتالي هذه الشروط لا أعتقد بأن السعودية على الأقل في الوقت الحالي في وارد أن تقدم لهم ما يطلبوه، لأنها هي ليست مجبرة على هذا الأمر، هي تريد الآن لأسباب كثيرة كما ذكرت وكما ذكر الأخ عادل، تريد ما يشبه الهدنة، تراهن على الوقت أيضا، وتعتقد بأنه ممكن يحدث أو أنها ممكن تعيد ترتيب الأمور، وقد يحدث اختراق عسكري أو سياسي بأي شكل من الأشكال، لكن الوقائع على الأرض تشير بأنه السعودية هي في ورطة،
ولكن الورطة ليس إلى الدرجة التي كما يتصور البعض بأنها مستعدة بأن تنسحب من اليمن هكذا بشكل مذل وبشكل هزيمة. يعني لم تصل الأمور للسعودية إلى هذا الحد الذي يمكن القول فيه بأن السعودية ستتخلى عن اليمن وستوقف تدخلها وستنسحب مقابل فقط أن يضمن حدودها، وهذا ما يحاول الغربيون إيصاله للسعودية بأننا قادرون أن نصل مع الحوثيين إلى اتفاق يضمن حدود المناطق الجنوبية، لكن ليست هذه هي الأهداف السعودية. نعرف أن السعودية عندما دخلت الحرب لم تكن حدودها الجنوبية مهددة، ولم تدخل لأنها كانت تخشى من أن حدودها الجنوبية ستهدد على الأقل في ذلك الوقت. أهدافها أخرى وهي بشكل أو بآخر، واحدة منها هي تريد القضاء على الحركة الحوثية لأكثر من سبب، جزء منه ارتباطها بإيران وجزء منه لأنها الحركة الحوثية يعني بالنسبة للسعودية خطر وجودي بحكم الاختلاف المذهبي وبحكم أيضا طبيعة النظام الحاكم الذي ستنشأه الحركة الحوثية. لهذا يعني علينا أن نتحفظ فيما يتعلق بالاستنتاجات، يعني لا نستطيع أن نستنتج استنتاجات كبيرة من أحداث ووقائع لا زالت صغيرة. يعني الشيء الأكيد الآن أنه تم الإفراج عن 200 أسير، وهذا أمر ليس بالشيء الكبير والشيء المهم جدا. قضية الأسرى يعني أولا من ناحية إنسانية يفترض بأن يطلق سراح معظم الأسرى وبالذات المحتجزين لدى الحوثيين الذين معظمهم ليسوا سياسيين أو أنهم تم أخذهم من داخل المدن ومن داخل منازلهم ولم يكونوا مقاتلين. لاحظنا اليوم بوصول الحوثيين أن الذي وصلوا تقريبا جميعهم مقاتلين، بمعنى أنهم سيأخذوا إجازة ويرجعوا للجبهات، على عكس معظم الذي سيتم الإفراج عنهم في مناطق سيطرة الحوثيين معظمهم ليسوا مقاتلين. ولهذا السبب هذه الخطوة لا نستطيع أن نبني عليها ونقول بأن هناك إمكانية لسلام شامل أو حتى لاتفاق سلام كامل وشامل مع السعودية بين السعودية والحوثيين. طيب دكتور عادل دشيلة، مسؤولين غربيين يؤكدون رغبة الطرفين سواء السعودية والحوثيين في إنهاء هذه الحرب، وفق أي صفقة برأيك ووفق أي شكل يمكن إنهاء الحرب الآن؟ طبعا ليس الغربيون من يؤكد ذلك، ولكن حتى قبل يومين كانت هناك تصريحات الوزير الخارجية العماني بأن هناك رغبة حقيقية من قبل الأشتاء في المملكة العربية السعودية، بحسب وصف وزير الخارجية العماني بأنه لدى المملكة العربية السعودية رغبة حقيقية لأن لعقد صفقة مع جماعة الحوثي، صفقة سلام تمها ما شئت. وأيضا في المقابل الحركة الحوثية لديها الرغبة الحقيقية لأن يكون هناك اتفاق مباشر مع المملكة العربية السعودية. لذلك الحركة الحوثية تحاول الآن بأن يعني أن يكون هناك عقد صفقة أو ما يشبه الصفقة، لا نقول بأنها يعني عملية سلام، ولكن صفقة مع المملكة العربية السعودية على أساس أن يتم الاعتراف بهذه الحركة كممثل للمناطق الشمالية. نحن نتخوف من المستقبل ونخاف من المستقبل، ولا نعرف حتى اللحظة ما الذي يدور في الغرف المغلقة، ما الذي يراد لهذه للأرض اليمنية، للإنسان اليمني، للمواطن اليمني. اليوم هناك أكثر من طرف من يتحكم على المشهد عسكريا، هناك أكثر من طرف في المناطق الغربية، في المناطق الشمالية، في المناطق الجنوبية، في المناطق الشرقية، وهذه الأطراف هناك رعاة إقليميون يديرون هذه الأطراف المحلية. لذلك الحديث عن تسوية سياسية شاملة هو نوع من العبث في الوقت الراهن. على أي أساس؟ لا توجد هناك يعني كل القرارات الدولية وكل المرجعيات التي يعترف بها العالم كلها لا يعني يتم التعبير عنها بطريقة أدبية فقط، يعني بطريقة أدبية، ولكن في الواقع على الأرض يكون عكس ذلك تماما. اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي بعد أن عقد على يعني ما يسمى باتفاق الرياض ووافق على اتفاق الرياض، ها واليوم عيدر السبيدي يستقبل في عدن كرئيس، وهناك إعلام أنه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
الشيء أنه الحديث عن أي اتفاق سيكون يعني عبارة عن نوع من العبث. نحن لدينا تاريخ طويل من الاتفاقيات السياسية، والمملكة العربية السعودية كانت متورطة في أكثر من ملف داخل الأراضي اليمنية، ولذلك لن يكون هناك سلام حقيقي ما لم يكن هناك رغبة حقيقية لدى أطراف الصراع في الداخل. ومع الأسف الشديد لا يوجد رغبة حقيقية لدى أطراف الصراع المحلي وإن كان. أما بالنسبة لدول الإقليم فيهمها في الأول والأخير مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، وما تحاول الآن أن تحافظ على مصالحها. وإذا ضمنت الأطراف المحلية، وأقصد هنا الحركة الحوثية وبعض الأطراف الأخرى بالمصالح السعودية، فقد ربما يتم هناك عقد صفقة مع هذه الجماعة. وأنا أؤكد لك من هنا يعني أن اتفاقية الرياض هي مقدمة لتجريد الحكومة اليمنية من شرعيتها، أي في المستقبل قد ربما نرى هناك عملية سياسية، وأن تكون الحركة الحوثية طرف، وميليشيات طارق عفاش طرف، والمجلس الانتقالي طرف، والحكومة الشرعية طرف سياسي وليس دولة شرعية. وبالتالي طيب سنعود لنتحدث عن موقع الشرعية مما يحدث من هذه الترتيبة والإجراءات. سأعود لك دكتور عادل نتناقش في هذه النقطة بالكثير من التفصيل، لكن أسأل الأستاذ عبد الناصر المودع. لأطراف الحرب اليوم العديد من الأهداف والاشتراطات والمصالح التي تحركهم في هذه الحرب وداخل تفاصيل هذه الحرب، برأيك ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدم من هذه الأطراف؟ يعني كون الأطراف كثيرة ومتشعبة وأجنداتها أيضا متنوعة، بعضها ظاهر وبعضها خفي. يعني السعودية وكذلك الإمارات لم يعلن بشكل واضح ما هي أهدافهم، ما هي أجنداتهم. حتى نحن اليمنيون المتخصصون الذين ندعي التخصص في شؤون اليمن لم نعرف حتى الآن ما هي أهداف السعودية وما هي رؤيتها لليمن الذي تريده منذ الحرب. هل تريد يمن واحد، يمن أكثر من يمن؟ لأنه ما حدث خلال الخمس سنوات أن هناك مشاريع انفصالية ومشاريع جهوية تم رعايتها من أمام سمع وبصر السعودية وبدعم مباشر من الإمارات. لهذا السبب عندما نقول كون الأهداف غير واضحة، كون الأهداف والرؤى غير معلنة، لا نستطيع أن نرى بأنه عندما يتحقق واحد اثنين ثلاثة من هذه الأهداف ومن هذه الرغبات سيتوصل الأطراف إلى شكل من أشكال التفاهم. بالإضافة إلى أنه كما ذكرت لك في البداية أنه ليست القضية هي صراع بين الحوثي وبين السعودي. يعني السعودي لو كانت يعني الحرب كانت ستكون سهلة جدا، لو أن افترضنا أنه الحوثيين يحكمون اليمن وحكومة شرعية ويقبل بها العالم، والسعودية طرف آخر، والحرب اندلعت بين دولة ودولة، في هذه الحالة الأمر سهل جدا. هذا ما يحاول الآن الغربيون تصوير المسألة، وبعض الأطراف وبعض الدول حتى الدول الإقليمية تصوير المسألة وكأنه صراع حوثي صراع حوثي سعودي. المسألة ليست بهذا الشكل. السعودية هي دخلت وعقدت الصراع الذي هو صراع يمني، عقدت الصراع اليمني منذ خمس سنوات كان لدينا مؤسسات تم تدميرها وتجييرها لصالح الحوثيين بسبب الحرب. يعني الحرب عندما شنت وضربت القوات المسلحة اليمنية تحولت بفعل الأمر الواقع إلى قوة تبع الحوثيين. أيضا مؤسسات الدولة، البنية التحتية التي ضربت، كل هذه الحرب التي أيضا القوى التي تم إنشائها ولم تكن قوات فعلا جيش وطني حقيقي، كل هذا الذي حدث في اليمن هو زاد من تعقيد المشكلة اليمنية وخلق ظروف. طيب الدولة وأدواتها التي وجدت الآن بعد تدخل التحالف، أين هي مما يحدث من هذه الإجراءات والترتيبات اليوم ما بين السعودي والحوثيين برأيك؟ يعني السلطة، سلطة هادي تحديدا، هي سلطة مهترئة لأسباب تتعلق في ذاتها. يعني هادي
والفريق الحاكم الذي بيحكم هؤلاء لا يمكن أن يكونوا هم بناة سلطة. إذا هم عندما سلمت لهم السلطة فكفكوها وسلموها للحوثي، وبالتالي هم غير مؤهلين أن يكونوا البناة لهذه السلطة التي بعد يعني عندما دخلت السعودية كان يفترض أن تنشئ سلطة، لكن لا السعودية عندها كانت الرغبة الحقيقية بأن تنشئ سلطة يمنية واحدة وجيش يمني قوي واحد قادر على هزيمة الحوثيين وأن تعيد إنشاء مؤسسات يمنية وتفعلها وعاصمة حقيقية للجمهورية اليمنية. هذا الشيء لم يحدث، وبالتالي هنا قصور من جانب بين قوسين التحالف الذي هو السعودية تحديدا. الجانب الآخر هادي وجماعته ليسوا مؤهلين موضوعيا ولا فنيا ولا يمتلكون الكفاءة ولا الدراية ولا الأخلاق ولا المسؤولية ولا الحس الذي يجعلهم يكونوا بناة سلطة، وبالتالي هذان العاملان اجتمعا وأنتجا هذه السلطة الهزيلة. يعني أنت الآن تخيل لو أن السعودية لا تعترف بهذه، بكل بساطة هذه منتهي، هذه ليس لا يمتلك سلطة حقيقية على الأرض، لا يمتلك لا شرعية قانونية لا شرعية سياسية لا شرعية أمر واقع، وبالتالي هو مرتهن تماما للسعودية فقط، لديها الختم والتوقيع الرئاسة وتوقيع الشرعية اليمنية الذي بيستخدمه المصالح الخاصة ولإطالة أمد بقائه. أشكرك. والفريق الحاكم في السلطة. لهذا السبب من الممكن وبكل سهولة على السعودية أن تتجاوزه، لأنه لا يمثل لها رقم، هو أنا أتكلم عن هادي وسلطته، لا يمثل لها رقم كبير باستثناء الشكل الشرعي فقط، لكن كحقيقة كوجود أنه قادر على أن يمنع السعودية من الدخول في صفقة ما مع الحوثيين، لا أعتقد بأنه بذلك القدرة والكفاءة والنية. طيب أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الأردن عمان. دكتور عادل، الحكومة الشرعية أين هي مما يحدث، وما مصير المرجعيات التي يتم الحديث عنها أنها مرجعية لأي حل سياسي في اليمن؟ الحكومة الشرعية متواجدة، ولكن مع الأسف الشديد يعني منزوعة من كل أماكن القوة، ولذلك هي الحكومة الشرعية نحن لابد أن نكون يعني أن 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 نوضح الحقيقة. الحكومة الشرعية خرجت منذ اليوم الأول وهي لا تمتلك سوى يعني من يمثلها أي الأشخاص، لكنها في الواقع ارتكبت يعني خطأ فادحا عندما سمحت للتحالف العربي منذ البداية بأن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وأن ينشئ ميليشيا مسلحة هنا وهناك. اليوم الشرعية اليمنية متواجدة على الأرض في بعض المناطق، ولكنها لا تستطيع أن تتحكم بالمشهد عسكريا وأيضا سياسيا واقتصاديا وأمنيا. نحن نعرف أن من يدير الأمور في داخل الأراضي اليمنية هو التحالف العربي، خصوصا في المناطق المحررة، أي التحالف العربي دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية. ولكن الحديث عن المرجعيات، ثلاث هناك حديث ونحن نسمع يعني عن أن الإدارة السعودية ملتزمة التزاما كاملا يعني بالمرجعيات الثلاث وأيضا بالوحدة الجغرافية للأراضي اليمنية، ولكن الواقعية تقول عكس ذلك تماما. إذا الحديث عن أي تسوية سياسية في المستقبل والحديث عن أنه الحفاظ على هذه المرجعيات وكذا هو نوع من العبث. نحن قادمون على سيناريوهات مخيفة ومرعبة، ولكن قد ربما يعني أن لا ننسى بأنه العامل الوطني، أي قد ربما يكون هناك تيار وطني في المستقبل يستطيع أن يقلب الطاولة على الجميع وأن يجهض كل السيناريوهات التي يعني تم الإعداد بها لتفكيك البلد على أسس شهوية ومناطقية وما إلى ذلك، وسيكون المستقبل لأبناء اليمن، ولا نمتلك أي خيار آخر سوى الأمل في أبناء شعبنا في نهاية المطاف. أشكرك جزيلا دكتور عادل دشيل الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الشكر موصول للأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي. انتهت هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم ماهر أبو المجد.